حلل كل من المقادير الآتية: 25 ألف تربيع زائد 20 ألف زائد 4. اتفقنا في تحليل المقدار الثلاثي لازم اتأكد من حاجتين مهمين. أول حاجة إن مفيش عامل مشترك، تاني حاجة المقدار لازم يكون مكتوب في الصورة القياسية. فهنراجع مع بعض كده الصورة القياسية، إن أنا عندي ألف تربيع وبعدين ألف، هنا مفيش ألف. نراجع إن مفيش عامل مشترك، 25 ألف تربيع و20 ألف و4 مفيش ما بينهم عامل مشترك، معنى كده إن احنا نقدر نحلل. طب أي نوع من أنواع التحليل هنستخدمه؟ لو لاحظنا هنلاقي إن الحد الأول له جذر، جذر الحد الأول اللي هو 5 ألف، الحد الأخير له جذر، جذر الحد الأخير اللي هو الاتنين. لو ضربناهم مع بعض في 2 للتأكد إذا كان المقدار مربع كامل، يبقى 5 ألف في 2 في 2 اللي هو بيساوي 20 ألف. لو لاحظنا هنلاقي إن عندي 20 ألف و20 ألف، معنى كده إن المقدار ده مربع كامل. طب هنحلل إزاي؟ كل اللي هعمله هنزل جذر الحد الأول زي ما هو اللي هو 5 ألف، ونزل إشارة الحد الأوسط اللي هو موجب جذر الحد الثالث اللي هو 2 الكل تربيع. نقول تاني كل اللي أنا عملته: جبت جذر الحد الأول وكتبته، وجذر الحد الأخير وكتبته. طب الحد الأوسط وظيفته إيه؟ بعرف منه الإشارة، يعني الحد الأوسط كان موجب يبقى الإشارة اللي ما بينهم موجبة. بنفس الطريقة هنحل، عندي 25 ألف أس 4 زائد 90 ألف تربيع باء زائد 81 باء تربيع. المقدار ده مكتوب فعلا في الصورة القياسية، لأن عندي ألف أس 4 ألف أس 2، هنا مفيش ألف. لو بدأنا من الجهة الأخرى هنلاقي عندي باء تربيع وهنا باء وهنا مفيش باء. الحد الأول والحد التاني والحد التالت لا يوجد بينهم عامل مشترك، يبقى أنا عندي هنا جذر الحد الأول اللي هو 5 ألف أس 2، جذر الحد الأخير اللي هو 9 باء، هنضربهم مع بعض في 2، يبقى أنا عندي هنا 5 ألف تربيع في 2 ب10 ألف تربيع في 9 باء اللي هو 90 ألف تربيع باء. المقدار ده مربع كامل لأن عندي 90 ألف تربيع باء وهنا 90 ألف تربيع باء. طب هنحلل ازاي زي ما اتفقنا؟ هنزل الحد الأول اللي هو 5 ألف تربيع، ونزل الحد الأخير اللي هو 9 باء، وإشارة الحد الأوسط هتكون موجبة الكل تربيع. 18 س تربيع ناقص 48 س زائد 32. المقدار اللي موجود عندنا ده مقدار ثلاثي من الدرجة التانية، مكتوب في الصورة القياسية. لو لاحظنا هنلاقي جميع الأعداد زوجية، معنى كده ان انا ممكن اخد عامل مشترك 2، يبقى انا هقول بتساوي الاتنين عامل مشترك، 18 س تربيع على 2 اللي هي 9 س تربيع ناقص 48 س على 2 اللي هي -24 س، 32 على 2 اللي هي بتساوي 16. عندي هنا الحد الأول مربع كامل وله جذر اللي هو 3 س، والحد الأخير مربع كامل وله جذر اللي هو 4. نتأكد إن المقدار مربع كامل إن احنا نضربهم في 2، يبقى 3 في 2 ب6 في 4 ب24 يبقى 24 س. هو ده الحد الأوسط، يبقى كده المقدار ده مربع كامل. عشان نحل أنا هكتب الاتنين زي ما هي بره، جذر الحد الأول اللي هو 3 س، جذر الحد الأخير اللي هو 4، وإشارة الحد الأوسط اللي هي السالب، ونقفل القوس ونكتب عليه تربيع. بنفس الطريقة هنحل، عندي 16 س تربيع ناقص 24 س زائد 9. الحد الأول له جذر اللي هو 4 س، وعندي 9 جذرها 3، هنضربهم في 2 للتأكد ان المقدار ده مربع كامل، يبقى 4 س في 2 ب8 س في 3 ب24 س. هو ده الحد الأوسط؟ اه، يبقى هقوله بيساوي الحد الأول اللي هو 4 س، والحد التاني هكتب فيه جذر 9 اللي هي 3، وإشارة الحد الأوسط اللي هي سالب، وما ننساش تربيع. 1 على 9 س تربيع ناقص 1 على 3 س زائد 1 على 4.
أول حاجة عندنا المقدار مكتوب في الصورة القياسية ولا يوجد عامل مشترك. عشان نقدر نحل المقدار ده هنجيب جذر الحد الأول، الحد الأول اللي هو تلت س، والحد الأخير اللي هو النص، نضربهم في 2 يطلع الناتج تلت س. هو ده الحد الأوسط، يبقى المقدار ده مربع كامل. نحلل، افتح قوس تربيع جذر الحد الاول اللي هو تلت س، جذر الحد الاخير اللي هو النص، اشارة الحد الاوسط اللي هي السالب. بنفس الطريقة هنحل 28 س ناقص 49 س تربيع ناقص 4. المقدار ده مش مكتوب في الصورة القياسية لان عندي س وبعدها س تربيع وبعدها مفيش س، يبقى هنرجع نعيد ترتيب المقدار ده من اول وجديد. هكتب سالب 49 س تربيع في الاول زائد 28 س ناقص 4. اتفقنا ان الحد الاول والحد الاخير لازم تكون حدود سالبة، معنى كده ان انا هاخد سالب واحد عامل مشترك. طب خدنا سالب واحد ليه؟ لان لما بناخد سالب بيغير اشارة الحدود كلها، يبقى هتساوي 49 س تربيع، وناخد سالب من 28 يبقى سالب 28 س زائد 4. يبقى لما يكون الحد الاول سالب بناخد سالب بره عامل مشترك وبغير اشارة الحدود كلها، هيساوي المقدار الاول له جذر اللي هو 7 س، المقدار الأخير له جذر اللي هو الاتنين، هنضربهم في 2 يكون الناتج 28 س، وهو ده الحد الأوسط، يبقى المقدار ده مربع كامل. بنفس الطريقة نحلل. استخدم التحليل لحساب قيمة كل مما يأتي: 55 تربيع زائد 2 في 55 في 45 زائد 45 تربيع. لو لاحظنا هنلاقي المقدار ده مكتوب في صورة مربع كامل، لان العدد الاول والعدد الاخير اعداد موجبة ولها جذر. الحد الاوسط بيساوي 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثاني، يبقى انا اقدر استخدم التحليل ان انا هقول بيساوي جذر الحد الاول اللي هو 55، اشارة الحد الاوسط اللي هي موجب، جذر الحد الاخير اللي هو 45، الكل تربيع. طب 45 و55 اللي هي بتساوي 100، يبقى 100 تربيع. 100 تربيع اللي هي بتساوي 10,000. بنفس الطريقة عندي 312 تربيع ناقص 2 في 312 في 311 زائد 311 تربيع. المقدار مكتوب في صورة مربع كامل، يبقى هجيب جذر العدد الأول 312 وحط إشارة الحد الأوسط، جذر العدد الأخير اللي هو 311، الكل تربيع. يبقى 312 ناقص 311 اللي هي 1، 1 تربيع بيساوي 1.